إفريقيا أرض الثروات والفرص، جغرافيتها الفريدة ومواردها الوافرة وأراضيها الخصبة الشاسعة جعلت منها محط أنظار العالم وسوق استثمار المستقبل. تواجه قارتنا تحديات هائلة في عصر يموج بمتغيرات سريعة وأزمات متلاحقة أدت إلى عرقلة جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وكان قطاع الرعاية الصحية الإفريقي أول القطاعات تأثراً بسبب تفاقم الخلل في سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة التكلفة، فضلاً عن هشاشة المنظومة وتراخيها وعدم قدرتها على تحقيق نمو احتوائي لعدد السكان الهائل والمتزايد. الأمر الذي استلزم وجود منصة أعمال إفريقية موحدة ومستدامة تكون بمثابة الأمل في تغيير هذا الواقع، تعمل على النهوض بقطاع الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي بإفريقيا، وتكون محوراً قارياً للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. تطلق الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا، والذي يعد أكبر محفل دولي وأهم منصة تفاعلية تعمل على صياغة خريطة إفريقية موحدة لبناء قطاع صحي متطور ومستدام. إفريقيا سوق واعد. إذا كنا النهاردة مليار ومتين وخمسين أو مليار وتلتمية، فخلال 20-30 سنة بالكتير هنبقى 2.5 مليار. ده سوق كبير قوي، وبالتالي المستقبل لأفريقيا. وذلك بمشاركة خبراء الرعاية الصحية من أكثر من 90 دولة يبحثون سبل تطوير قطاع الصحة الإفريقي، بجانب افتتاح أكبر معرض للمستلزمات الصحية والدوائية بالقارة. وتستكمل الدورة الثانية لأفريكا هيلث إكسكو متابعة نتاج دورته الأولى، والتي أثمرت على العديد من المبادرات، منها صحة إفريقيا من توريد العلاج إلى الشفاء، ومبادرة التعاون لتسريع التغيير لمكافحة السرطان في إفريقيا، إضافة إلى حملات القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي بي وفيروس سي، ومبادرات تعزيز صحة الأم والطفل، وذلك استناداً إلى التجارب الرائدة لمصر في هذا المجال. وإيماناً من الدولة المصرية بدورها ومسؤوليتها تجاه قارتها، نفتخر اليوم بالإعلان عن إطلاق جائزة نرعاكم كأهلينا إفريقيا، وذلك عبر شراكة مجتمعية بين أفريكا هيلث إكسكو وأكبر مجموعة مستشفيات بالشرق الأوسط وإفريقيا، وهي الجائزة الأولى من نوعها التي تستهدف تكريم منفذي المشروعات التي تحسن من خدمات الرعاية في جميع المنشآت الصحية بالقارة. وتستمر الجهود وتتوالى المبادرات التي تعزز من تنافسية الاستثمار بقطاع الرعاية والتصنيع والابتكار في القطاع الصحي عبر منصة إفريقيا الدائمة. I'm so grateful to President Abdel Fattah el-Sisi for creating a safe, secure and intellectually stimulating environment for both his citizens and international students. Africa Health Excon. الأمل الإفريقي لبناء قطاع صحي متطور ومستدام.